أخرى مشاهدينا، تشارك وزارة الدفاع بحزمة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة للاحتفال باليوم الوطني السعودي 94، وفي مقدمتها العروض الجوية والبحرية التي ستقام في عدد من مناطق المملكة، ويقدم فريق الصقور السعودية تشكيلات وعروض جوية في سماء جدة احتفالا باليوم الوطني. تفاصيل هذا الجمال بنعرفها مع الزميلة آية سحرتي. مساك الله بالخير زميلتنا آية، تفضل الصوت والصور معك، تنقلين لنا صورة هذه الأفراح والاستعدادات مسبقا لها. يا هلا وسهلا فيك يا عهد، رحب فيك ورحب بمشاهدينا الكرام. مثل ما ذكرت فعلا هذا العرس الوطني الموجود في كل مناطق المملكة ابتدى فعلا من الأمس في جدة بهذه العروض المميزة للقوات الملكية السعودية والصقور السعودية بتاريخ 18 و19 اليوم، وغدا إن شاء الله يوم 20 سبتمبر ستكون هناك أيضا عروض لهذه الطائرات، عروض مميزة جدا. طبعا يمكن الكاميرا بعيدة شوي، لكن هناك خلفي تجمهر عدد كبير جدا من المواطنين الذين أتوا باكرا للاحتفال ولمشاهدة هذه الاحتفالات المميزة الموجودة على يعني امتداد كورنيش جدة. طبعا المواطنين موجودين بالأعلامهم وبملابسهم التراثية، والأطفال كلهم سعيدين وفرحين جدا بهذه الأجواء. طبعا يعني احنا في وسط الفعالية الآن، طبعا بدأت خلفي الآن الطائرات بدأت بهذه العروض المميزة المذهلة. الآن طبعا هنحاول مشاهدينا ننقل لكم هذه الأجواء المميزة جدا بالطائرات. طبعا طائرات فريق الصقور السعودية تروها الآن مباشرة على الهواء من كورنيش جدة. العرض رائع مميز جدا بألوان وطننا الغالي. طبعا هذه العروض عهد ومشاهدينا ستكون موجودة في 17 مدينة في المملكة، الرياض والخبر والخفجي والجبيل والدمام والأحساء وعسير وجازان وتبوك والطائف والباحة والخرج ونجران والجوف وتبوك. طبعا مثل ما رأيتم مشاهدينا العروض تقريبا مدتها ربع ساعة 15 دقيقة، ستكون تأخذ لفة وترجع تاني دائرية على طوال كورنيش جدة. طبعا العروض مستمرة ليوم غد إن شاء الله، يعني اليوم اللي ما كان عنده فرصة لمشاهدة هذه العروض بالتأكيد ندعوه لمشاهدتها غدا. طبعا هناك أيضا عروض مميزة لزوارق القوات البحرية وإنزال الغواصين وعروض فلكلورية متجولة، بالإضافة إلى أيضا عروض موسيقية مع مسيرة لأبناء الشهداء بالتعاون مع القوات البحرية الملكية. طبعا بالإضافة إلى أركان خاصة مميزة للأطفال وحفلات غنائية، وأيضا يعني مشاركات ومبادرات مختلفة لمختلف الجهات الحكومية والخاصة. منطقة البلد أيضا تشارك بفعاليات ثقافية وفنية ورياضية، مبادرات للجري ومبادرات فنية مميزة جدا. يمكن يعني إحنا نحتفل من أمس واليوم وغدا إن شاء الله بهذا اليوم الوطني المميز. طبعا الأجواء رائعة جدا والكل مستمتع وجميل وفرحان. وأزيد وأكرر مرة أخرى دعوتي لجميع المواطنين في مدينة جدة بالتواجد غدا على كورنيش جدة لمشاهدة هذه العروض في تمام الساعة 5 بإذن الله. هذا كل ما لدينا اليوم من جدة، وعودة مرة أخرى لزملائي في الاستوديو. العروض الجوية دائما ما يكون لها رونق خاص في مناسباتنا الوطنية. شكرا جزيلا لك آية سحرتي على نقل هذه الصورة، وقواهم الله صقورنا.